صورتونا لا؟ لا بعد ما في خلص صور مأساتنا هسه بعدين. السلام عليكم ورحمة الله. حبيب شلونك؟ حياك يا مرحبا. حاليا احنا بكاميرا الموصليه توجهنا الى منطقه حمام العليل، طبعا هذه المنطقه المهمه لدى قناه الموصليه ولدى كادر الموصليه. احنا تشوفون حاليا في مدخل حمام العليل حي الربيع، الماء نصف متر فوق الدور تشوفون، هاي بسبب الامطار والسيول اللي صارت بالامس، ولكن الناس يعانون وايضا السيارات يعانون من هذا المدخل. تشوفون اعزائي المشاهدين، يعني هذا هو هاي المشكله، السيارات من تعبر دون الوصول الى حلول. طبعا المواطنين هنا واقفين مكان شرطه المرور، واقفين ينظمون السير، المواطنين هذول واقفين. ف بس خلينا ندير الكاميرا على البيوت، هاي البيوت كلها غرقانه، يعني المفروض من الجهات المعنيه تجي تسحب الماء هذا. ولو درنا الكاميرا هسه الشمال المدينه، طبعا علاوي شمال المدينه، هاي البيوت كلها كلها انسحبت. زين تعال يمك خلي احشوك، تعال يمك احشوك، تعال تشوفون هسه خلينا احشوك، تعال تعال خلينا احشوك. هاي مال شو وقت هاي؟ هاي صار لنا يومين، يعني جانا المطر من فوق يجينا يعني اي فحق امتلت المناطق، امتلت البيوت، قام يفوت علينا على البيوت، يعني ضررنا حيل ضررنا، يعني حق المي شوف يعني لا نقدر نطلع، هسه انا من اطلع لازم للحزام اطلع اي يعني ضلينا نطالب بهالمنهوله، يعني نطالب بس هاي المنهوله، حق هاي المنهوله الساعه هاي شوفها هاي مسدوده والله هنا اي هاي بس مسدوده مسدوده مسدوده. عمال شفنا بالحمام بالقضاء وين عمال يعني هناك موجودين هم موجودين اي موجودين بس لحد الان يعني ما حد جانا، ما يشتغلون ما جونا هنا، يعني شو تجي يعني احنا يقولنا حل جو بس امكانيات ماكو، يعني اليات ما عندهم، اليات حتى تفتح هاي مثل هاي القنطره هسه بها انسداد، بس اليات ما عندهم تفتح هذا، يعني البلديه الياتها محدوده ولا جو، يعني جاء مدير البلديه ومدير الناحيه مشكورين بس ما ادري شو نسوي بهم احنا اذا احنا غير نتيجه من جيتهم. والله هي ماكو نتيجه من جيتهم، يعني ما حق التوسيع هاي من يعني حتى المي يتصرف كله من هنا، هاي المنطقه مي كثير يعني مي هوايه، حتى يتصرف منها ينزل عشط، يعني مي هاي ما تعبر مي، هاي مي وين بالضبط احنا؟ احنا منطقه هاي يسمونها حي طماسه، هذا قديما حي ربيع جديد، حي الربيع اخر حي بناحيه حمام العليل، المدخل مع حمام علي تابع يعني البلديه، بلدية حمام العليل، بلدية حمام العليل. زين اكو بيوت غرقانه بهالمكان هذا؟ اكو هاي البيوت، هاي اغلبيه الناس طلعوا يعني خارج بيوتهم. اي هاي البيوت الاغلبيه طلعوا، يعني هاي البيوت قسم من عدها دخل عليها المي داخل. اي فالعوائل نجحوا وطلعوا يعني. تصورونها يعني؟ اي تقدرون تصورونها اذا ولو ماكو طريق. صور البيوت هناك مثل ما تشاهدون، يعني عبور المواطنين من اماكن سكناهم الى المنطقه الاخرى المقابله، طبعا دا يكون بالشكل هذا، يعني اكثر من نصف متر يعني الماء، ممكن ان الاطفال يغرقون بالمكان هذا بمنطقه حمام العليل بحي الربيع، حتى اذكر المسؤولين. وتشوفون ذاك الشخص دا يعبر ذاك، وتشوفون هاي العائله اللي بالاخير يعني محصورين، يعني ما يقدرون يطلعون. هذا شنو؟ ما يقدر يطلع، صار له يومين عاصب هو وعائلته، ما يقدر خلاص ما يقدر يطلع. شفر عصب؟ شفر عصب يا جو. لا والله هذا البيت وذاك البيت وهذا البيت كلهم ما يقدر يطلع. هذا فوق المتر المي. ممكن يجيبون بلم يعني حتى يعبر؟ ماكو حتى بلم ماكو. ماكو. ماكو لا بلام لا شيء. وشفل ده يقول فات للمنطقة هاي عصا، ولوري هم يعصى، ولكن الإشكالية أنه لماذا الجهات المعنية لحد الآن لم تصل إلى نتيجة في هذه المنطقة، منطقة حي الربيع بحمام العليل. احنا نطالب الجهات المعنية بإيجاد حل لهذا الموضوع، لأنه شعبنا في حمام العليل هم شعبنا دولة، فاحنا دا شوف البط هو دا يسبح مختار النهر هنا، يعني ماكو داعي يروح النهر دجلة. فاحنا اليوم من منبر الموصلة نطالب الجهات المعنية بإيجاد الحلول. طبعا احنا اكو باكر اكو دوام للمدرسة وما يقدرون، اكو موظفين عندنا بحمام العليل من المنطقة، الموظفين اللي بالمكان هذا ممكن يعني ما يروحون دوامهم، الحياة معطلة بها بسبب توقف المياه السيول التي كانت بالأمس في هالمكان هذا.
يعني الساعات القادمة ممكن الموظفين يستطيعون الدوام. تشوفون أعزائي المشاهدين هذا الشخص شايل المسواق ورايح يخوض بالمياه وممكن يتمرض أيضا، يعني هاي الحالة المفروض ما نسكت عليها. نهر كبير أيضا، يعني هسه حاليا هذا النهر الكبير بالجهة المقابلة لحي الربيع، فتشوفون يعني هي هاي المأساة اللي يعانون منها مواطنينا، ويعني مو شيء مستحيل. ماطور صغير لو يجيبوه ومولده ممكن نسحب هاي المياه من خلال السيارات الكبيرة الحوضية، ممكن نسحب هاي المياه 40 سيارة 50 سيارة مو إشكال، ولكن المفروض نعمل. يعني ليش لحد الآن هذا السكوت تجاه هذه المدينة الصغيرة؟ السؤال هذا موجه للمعنيين.